نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية في مركز شباب أبو السيد، وتستهدف أهالي مركز ومدينة القصاصين، ذلك تحت رعاية المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة الطبية بالكشف على 1900 مواطن على مدار يومين ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية. القافلة تحتوي على العديد من التخصصات الطبية: البطنة، الجراحة، الأسنان، العظام، الأنف والأذن، الجلدية، تنظيم الأسرة، بجانب الرمد، جهاز أشعة، معمل دم ومعمل طفيليات، وجود صيدلية تحتوي على عديد من صنف من العلاج بالمجان. يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية أو تخصصات أخرى للمجمع الطبي تحت رعاية التأمين الصحي الشامل.